قامت مؤسسة بارزاني الخيرية كعادتها بإيصال الدعم والمساعدة للعوائل المتواجدة بجبل شنغال. مدير مكتب المؤسسة في شنغال بير ديان جعفر قال إنهم قاموا بإيصال الدعم والمساعدات بعد مناشدات العوائل بجبل شنغال ومخيم سردشتي، وإنهم يواصلون الآن التقديم إلى القرى والمناطق المحيطة بالجبل. قمنا بإيصال هذه المساعدات خلال فترة أسبوعين، المساعدات التالية إلى جبل سنجار وهي لكل عائلة 40 لتر من النفط الأبيض، وكذلك لكل عائلة كيس طحين بحجم 25 كيلو. كذلك البارحة قمنا بتوزيع صوبات نفطية على جميع العوائل الساكنة في جبل سنجار والقرى التابعة لها، والذي يتكون عددهم 1300 عائلة تقريبا. كذلك قبل فترة وزعنا تقريبا 190 خيمة على العوائل فوق جبل سنجار، واليوم قمنا بإيصال الخيم الباقية، وسوف نقوم بجرد أو حسب العوائل المحتاجة سنقوم بتوزيع جميع الخيم الذين عوائل الذين يحتاجون إلى الخيم في جبل سنجار. وكذلك بعد فترة سوف نقوم بإيصال المساعدات الغذائية أيضا إذا تلك العوائل ليس في جبل سنجار وحده، وإنما القرى التابعة لها تقريبا العائلة عددهم يتكون من 1300 عائلة.